المعتمد، حلو، وبعدها تبحث عن اسمي، تسوي سيرش، وكذا يجيك اسمي سيد نوفا، تعطيني متابع، وشكرا لك. السلام عليكم، كيف حالكم، اخباركم؟ اليوم رجع لكم بمقطع جديد، لكن قبل ابدا اتمنى انك تضغط لايك واشتراك، والله يعطيك الف عافيه. اليوم دقيقه، هذا الظاهر اني بيقول كلمه، هذا خلينا نشوف ايش عنده. هلو، اشتركوا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يقول اشتركوا. المهم، شرح اليوم شرح استخدام الإديت والإضافات اللي صارت في التحديث. أول شيء رأيي عن الطور، الطور من أفشل الأطوار اللي أضافتها اللعبة. ثاني شيء طريقة استخدام الإديت. الإديت يا طويل العمر الحين كذا في علامة تشوفونها فوق، فما يحتاج إنك تضغط عليها، وبعدين تختار اللي تبي، بس كذا، لا، تسوي كذا وتسحب يدك على المكان اللي تبي، مثل تبي باب تسحب كذا، شوف شوف، أنا هني بسوي باب، شوفون نفس كذا، على طول، ويمديك بنفس الشيء، مثلا أنت مسكر على نفسك، شوفون، مسكر على نفسك، وفي واحد ناشب لك برا، كل اللي عليك إنك تحط على الجدار، وتختار باب، وتفتح لك باب، وتهرب، شوفون شلون؟ وتعطيه قنبلة كذا. خلاص، حلو. وفي مشكلة أتمنى أنهم يصلحونها في المستقبل، اللي هي مكان تغيير الإديت أو التعديل على بناية، يعني يمديك يعطيك حرية أنك تغيرها من الإعدادات، تغير المكان، مثل حقة الرقص، تشوفون حقة الرقص أنا مخليها هنا، يعني أحركها واختار المكان اللي يناسبني. والحين راح أشرح لكم التغييرات اللي صارت. عندنا أول شيء الصندوق، مثل ما تشوفون تغير الصندوق، شكله صار أفخم. عندنا شكل البناية، اللون صار نفس البي سي مثل ما تشوفون، يعني لون البناية، وهذا شيء فخم صراحة، أفضل شيء أضافوه بالتحديد. الحين بنتهي الجيم، لكن مثل ما تشوفون تغير شكل الدرع، تشوفون حق الموارد. وبس كذا وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى عجبكم، ولا تنسى دعمك لي باللايك والاشتراك، وشكرا لك، سلام.